سواء الاكسبت بيبقى فيه بارامتر معمول ان هو تايب، ما ينفعش ان هو يبقى انستنس، فازاي احوله من تايب لانستنس؟ تعال نشوف الموضوع ده. الفكره لو انا قلت له نيو فاميلي وقلت له انا عايز اختار دور مثلا، فاخترت دور اهوت تمام، باجي هنا بلاقي انا عندي مثلا الهاي والويدث دول تايب. لو جيت هنا هلاقي تايب ومش مديني ان انا اعمل انستنس، وبيقول لي ده بيلت ان بارامتر ما ينفعش اعدل فيه. طيب اعدل فيه ازاي بقى؟ عايزين نتحايل عليه. اول حاجه هعمل ريفرنس لاين وريفرنس لاين تاني، وبعد كده هرسم دايمنشن بينهم بالشكل دوت. طيب هاجي هنا هقول له ده خلي نوعه هاي وده خلي نوعه ويدث مثلا على سبيل المثال، او نعمل واحد تاني ويدث. طيب الهاي دوت هقول له ده انستنس برامتر تمام، ودوت برضو خلينا نعمل واحد تاني ريفرنس لاين تاني اهوت دي اي من هنا لهنا، وهقول له ده خليه ويدث تمام، وده خليه انستنس برامتر. لما هاجي هنا الاقي ان هما كتب جنبيهم ديفولت، معنى كده ان ده خلاص بقى انستنس ما بقاش تايب. دي طريقة اساس تغيره من تايب لانستنس لو ال